تعالي نشوف مين كسب النهارده في تورنيدو. يلا بينا. يلا والنهارده اللي كسبت معانا وهنشوف الفيديو الخاص بيها حالا استاذه صفاء حسن احمد. نشوف الفيديو يلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده هتكلم عن قصتي عن خلاط تورنيدو. الخلاط جابته لي بنتي وعملت لي مفاجاه في عيد الام. جابته لي في عيد الام طبعا كان احلى مفاجاه ليا خلاط التورنيدو، لان كل شقتي هنا وكل حاجتنا هنا بنجيبها من تورنيدو، احلى اجهزه. الخلاط زي ما احنا شايفين عباره عن خلاط واتنين مطحنه، والقدره بتاعته الساعه بتاعته 600 واط، قوي جدا. وطبعا زي ما احنا شايفين ضد الكسر وهو 1.5 لتر. والأسلحة بتاعته من الصلب لا تصدق. كمان الجهاز الخلاط مزود بجهاز أمان، وطبعا كل حاجة وليه ضمان وليه صيانة معتمدة، وأحلى أجهزة وأنا بنصح باستخدامها لكل أسرة. كمان استخداماتي بستخدمه في حاجات كتير جدا، بستخدمه في العصير، بعمل عصير، بعمل قوطة، بعمل بهارات، بعمل كمون، بضرب فيه كل حاجة. جميل جدا، استعمالاته جميلة وسهلة وجميل، وتنظيفه سهل جدا، ومن أحلى وأقوى الأجهزة المتميزة جدا أجهزة تورنيدو. بنصح باستخدامها لكل أسرة، وكل حد بيكلمني يقول لي أشتري جهاز إيه بقول له اشتري من تورنيدو. وكل سنة وحضراتكم طيبين، وأحلى مفاجأة من تورنيدو، وشكرا ليكم وشكرا على المفاجأة الجميلة، ويا رب أكسب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا اهلا وسهلا معانا النهارده استاذه صفاء حسن. اهلا بيك يا استاذه صفاء. اهلا بحضرتك. كل سنه وانتي طيبه ورمضان كريم. الله اكرم، حضرتك طيب. ولادك جابوا لك الخلاط ده في عيد الام؟ تمام. ربنا يخليهم لك. اسمهم ايه ولادك؟ اسماء ومحمد. ربنا يخليهم لك ويحفظهم لك ودايما تبقي فرحانه بيهم. ماشي قوي، ربنا يخليك، وشكرا على المفاجأة الجميلة دي بصراحة. ده احنا اللي بنشكرك ان انت تعبتي نفسك وبعتي الفيديو. قولي لي ايه الحاجة اللي نفسك فيها؟ ايه جهاز من تورنيدو اللي نفسك فيه؟ أنا نفسي في ايه؟ تكييف. وايه كمان؟ نفسي في حاجة تانية يعني؟ إيه يعني قولي لي 3 4 أجهزة نفسك فيهم في البيت. ثلاجة. تكييف. نفسي في فين؟ انت بتتفرجي عليا في شاشه حلوه؟ شاشه. نفسك في شاشه؟ نفسي في حاجات كتير، بس المفاجاه مخلياني مش مركزه خالص. طب بصي بقى، انت النهارده كسبتي معانا شاشه من تورنيدو 32 بوصه، اللي هي الشاشات الجديده اللي مش بتتكسر، فالف مبروك عليكي. الله يبارك في حضرتك، شكرا. بصي بقى، الشاشه هيكون معاها 10 لمبات الجداد اللي هم اللاد اللي موفرين. حضرتك هستأذنك هتاخدي لمبتين ليكي، والثمان لمبات التانيين توزعيهم على صحابك وحبايبك، وخليهم يستخدموهم ويقولوا لنا رأيهم في اللمبات دي على صفحتنا على الفيسبوك 4 شارع الشريف. اوكي؟ اوكي تمام. شكرا ليكي، بشكرك، ميرسي. اشكرك استاذه صفاء حسن على الفيديو وعلى المداخله، والف مبروك جائزتك من تورنيدو. خلينا نشوف فاصل، بعد الفاصل نرجع نكمل اكلاتنا مع فريده موسى. خليكم معانا لو سمحتوا.